سيدنا موسى عليه السلام هو والمؤمنين الموحدين بالله، وهم بيعبروا البحر عدى سيدنا موسى ومن معه، لأن البحر انفلق جزئين وعدوا بأمان. أما فرعون الظالم الطاغية اللي قال أنا ربكم الأعلى، لما جه يعدي هو والجنود بتوعه قفل عليهم البحر وأصبح من المغرقين الهالكين، وانتهت قصة فرعون الظالم الطاغية بالغرق في البحر. والقصة قالتها لنا صور كتير جدا جدا في القرآن، أبرزها سورة القصص وهي بتحكي لنا على هذا المشهد بالتفصيل. لكن النهاردة أنا هتكلم معاكم في نقطة مهمة جدا جدا. طبعا عارفين ان الكتب السماوية او من الكتب السماوية اللي احنا مؤمنين بيها هو كتاب التوراة اللي انزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى. ومن الايمان ان نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام لما راح المدينة وجد ان اليهود اللي كانوا بيؤمنوا بدعوة سيدنا موسى عليه السلام بيصوموا يوم عاشوراء، ولما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب الفرحة العارمة والصيام وإحياء السنة دي في اليوم ده، كان ردهم إن سيدنا موسى عليه السلام نجاه الله سبحانه وتعالى من الغرق، وعلشان كده هم بيحتفلوا باليوم ده بالصيام. فسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قرر إن هو هيصوم اليوم ده مش بس لوحده هو والمسلمين، إنه لو عاش للعام القابل هيصوم يوم تاسعاء مخالفة لشعيرة اليهود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان العام ده كان آخر عام لي، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لنا السنة النبوية الشريفة إن من السنة صيام يوم تاسعاء مع يوم عاشوراء مخالفة لليهود. يوم عاشوراء اليوم ده اللي احنا هنصومه هيكفر الله سبحانه وتعالى بيه سنة ماضية، اليوم اللي احنا هنصومه ده هيباعد بيننا وبين النار 70 خريفا. طب يعني ايه 70 خريفا؟ يعني 70 سنة. طب هي السنة عند ربنا سبحانه وتعالى زي السنة عندنا؟ طبعا لا، لان اليوم الواحد عند الله سبحانه وتعالى ب1000 سنة مما تعدون. اليوم وقيل 50,000 سنة، يعني اليوم اللي في سبيل الله اللي احنا هنصومه الساعات القليلة جدا دي هيكفر الله سبحانه وتعالى بها الذنوب، هيفرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، لاننا احيينا سنة الصيام، وافضل الصيام بعد شهر رمضان هو صيام شهر الله المحرم. احيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صوموا يوم عاشوراء وكلوا كمان عاشوراء، كل عام انتم بخير. واشكركم جدا، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.